السلام عليكم تلاميذنا الأعزاء، وياكم ست هدى من المدرسة العراقية الألمانية، مدرسة الإمام علي عليه السلام. الدرس الثاني جهاز التنفس وصحته. سأكون في نهاية هذا الدرس قادرا على أن أحدد الأعضاء التي يتكون منها جهاز التنفس. ثانيا أوضح الوظيفة الأساسية لجهاز التنفس في تبادل الغازات. ثالثا أمارس عادات سليمة تضمن صحة جهاز التنفس وسلامته. لاحظوا أتساءل، الرئتان من أعضاء جهاز التنفس في الإنسان، ما الأعضاء الأخرى التي يتكون منها هذا الجهاز؟ اقرأ وتعلم. الفكرة الرئيسية أن جهاز التنفس أحد أجهزة جسم الإنسان، وظيفته تبادل الغازات بين الجسم ومحيطه الخارجي، ويتكون من أعضاء عدة. إذن جهاز التنفس أحد أجهزة جسم الإنسان، ما وظيفة جهاز التنفس؟ وظيفته تبادل الغازات بين الجسم ومحيطه الخارجي، ويتكون من أعضاء عدة. هناك ممارسات صحية يجب اتباعها للحفاظ على صحته وسلامته. التنفس من أهم خصائص الكائنات الحية، ومن خلال التنفس يدخل الأكسجين إلى الجسم لإنتاج الطاقة اللازمة للقيام بالفعاليات الحيوية المختلفة. إذن راح نعرف جهاز التنفس هو أحد أجهزة جسم الإنسان، وظيفته تبادل الغازات بين الجسم ومحيطه الخارجي، ومن خلال التنفس يدخل الأكسجين إلى الجسم لإنتاج الطاقة اللازمة للقيام بالفعاليات المختلفة. يتنفس الإنسان الهواء من خلال الأنف. راح نجي نعرف ممن يتكون الجهاز التنفسي. أولاً الأنف هو الذي يعد الممر الأول لدخول الهواء إلى الجسم. أول جزء من أجزاء الجهاز التنفسي هو الأنف الذي يعد الممر الأول لدخول الهواء إلى الجسم. يمر الهواء بعد الأنف بتركيب هو البلعوم، وهو تركيب مشترك بين الجهازين الهضمي والتنفسي. البلعوم تركيب مشترك بين الجهازين الهضمي والتنفسي. ثم بعد ذلك القصبة الهوائية، أيضا تركيب أنبوبي يتفرع إلى فرعين، يدخل كل فرع إلى إحدى الرئتين. أما الرئتان فهما عضوان إسفنجيان يقعان داخل القفص الصدري. عضوان إسفنجيان القوام يقعان داخل القفص الصدري. أين تقع الرئتان؟ داخل القفص الصدري. يحدهما من الأسفل الحجاب الحاجز. ماذا يحد؟ أوكي، ماذا يحد الرئتان من الأسفل؟ الحجاب الحاجز. ما المقصود بالحجاب الحاجز؟ هذا تعريف هنا، هو تركيب عضلي يرتفع وينخفض، وبالتالي يساعد على انقباض الرئتين وانبساطهم في أثناء عملية الشهيق والزفير. تنتشر داخل الرئتين تفرعات القصبة الهوائية التي تكون كثيرة ومتشعبة. هنا موضح بالرسم أجزاء ممن يتكون الجهاز التنفسي. الأنف اللي هو مثل ما قلنا الممر الأول للجهاز التنفسي، بعدها البلعوم الذي يعتبر الجهاز العضو مشترك بين أو تركيب مشترك بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. القصبة الهوائية هاي مثل ما موضحة، القصبة الهوائية تركيب أنبوبي يتفرع إلى فرعين، كل فرع يدخل إلى إحدى الرئتين. وهنا موضح بالرسم الرئتان عضوا إسفنجيان يقعان داخل القفص الصدري. أين يقع الرئتان؟ تقعان داخل القفص الصدري، ويحدهما من الأسفل الحجاب الحاجز، مثل ما موضح بالرسم هنا الحجاب الحاجز. ما وظيفة الجهاز التنفسي؟ يحتاج جسم الإنسان إلى الهواء الذي يدخل إلى الرئتين عن طريق عملية الشهيق. شنو يحتاج الإنسان؟ يحتاج إلى الهواء الذي يدخل إلى الرئتين عن طريق عملية الشهيق. شو راح يحدث؟ يحدث تبادل غازات بين الهواء داخل الرئتين والغازات المحمولة في الدم، وتسمى هذه العملية بعملية التبادل الغازي، راح نسميها عملية التبادل الغازي. ما المقصود بعملية التبادل الغازي؟ هنا تعريف، هي عملية تبادل الغازات بين الجسم ومحيط والمحيط الخارجي، وتطرح الرئتان غاز ثنائي أكسيد الكربون خارج الجسم بعملية الزفير. إذن وظيفة الجهاز التنفسي، يحتاج الجسم الإنسان إلى الهواء الذي يدخل
الرئتين عن طريق عملية الشهيق، راح يبدي يحدث تبادل غازات بين الهواء اللي موجود داخل الرئتين والغازات المحمولة في الدم. راح نسمي هذه العملية عملية تبادل الغازات، وهي عملية تبادل غازات بين الجسم والمحيط الخارجي. تطرح الرئتان غاز ثاني أكسيد الكربون خارج الجسم بعملية الزفير. كيف أحافظ على صحة الجهاز التنفسي وسلامته؟ المحافظة على الجهاز التنفسي يجب اتباع بعض الممارسات التي تضمن صحته وسلامته. أولاً، الابتعاد عن الهواء الملوث نتيجة التدخين أو دخان عوادم السيارات أو المعامل والمصانع وروائح المنظفات والمواد الكيميائية. إذن أول خطوة اللي نسويها حتى نحافظ على الجهاز التنفسي، يجب أن نتبع بعض الممارسات. أول شيء الابتعاد عن الهواء الملوث عن طريق التدخين، عوادم السيارات، مصانع، معامل، روائح المنظفات والمواد الكيميائية. ثانيا، من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي الإنفلونزا والربو. جهاز التنفسي الأمراض اللي يصيب بها الإنفلونزا والربو، لذلك يجب عدم الانتقال من الجو الحار إلى الغرفة مبردة مباشرة، ويجب الحرص على تناول العلاج بانتظام وتناول الطعام الغني بالفيتامينات مثل الحمضيات وعصير البرتقال والمشروبات الدافئة التي تمنع تطور المرض. هاي هي آخر شيء؟ يعني هاي هي؟ لو بعد تساوي